في كتب بتكون مصدرها الرئيسي والأساسي أرشيف الصحافة، وبيكون الكتاب أحياناً مجموعة من المقالات على مجموعة من الآراء على مجموعة من الرؤى الصحفية المختلفة اللي من خلالها بيتكون الكتاب ده. من وجهة نظرك، أهم المصادر الصحفية لمثل هذه الأنواع من الكتب؟ طبعا أرشيف الصحافة المصرية على مدى عقود غني بالكثير والكثير من المواد اللي كونت محتوى لكتب كثيرة، إذا كانت كتب نوعية أو سير ذاتية أو حتى كتابات أدبية. أذكر منها مثلا كتاب أستاذ جمال الغيطاني القاهرة سيرة ومسيرة، اللي استلهم منه من أرشيف الصحافة الكثير من الأحداث اللي عدت على القاهرة ومدى تأثيرها في هذه المدينة ذات الألف عام. تمام. في أيضا كتابات ممنوعة ليوسف إدريس، ده مجموعة من المقالات اللي كتبها على مدى سنين في صحف مختلفة بتعبر عن وجهات نظره سواء في أمور اجتماعية أو في أمور سياسية. في كمان بقى سيرة ذاتية جميلة جدا للكاتبة والصحفية في الأهرام سهير عبد الحميد، اسمها سيدة القصر قوت القلوب الدمرداشية. دي سيدة كاتبة وأديبة مصرية يمكن محدش يعرف عنها كتير، والدها كان أحد أقطاب الطرق الصوفية في مصر عبد الرحيم باشا الدمرداش، وأيادي هذه الأسرة البيضاء على الشعب المصري حقيقة كتيرة جدا في أعمال خيرية يمكن أشهرها مستشفى الدمرداش. فالكتاب ده كان تسليط ضوء عليها، وكان معظمه أظن متاخد من أرشيف الصحافة المصرية بجانب بعض المصادر الأخرى للكاتبة. جميل جميل. أنا بشكر حضرتك دكتور غادة لبيب أدمن جروب بوك جاردن، نورتينا من خلال زوم، بشكرك، ميرسي.